يطرح النساء حضور الجماعات، هاي المرأة أنها تذهب للمسجد مشايخنا، وبتعرف هذا صعب جدا يعني. يعني الآن مسجدنا حتى اللي بيذهبوا بعض مساجد، يا الله بيذهبوا العيد صح، بيذهبوا الجمعة. المرأة ترى مش مثل الرجل، الرجل فارغ يعني ما عنده حاجة، المرأة مشغولة والله. هذا هو الواقع يعني. عندها مثلا ولد، أنت مثلا تداوم ساعات معينة بعدها بتلعب شد. يعني ما في عندك شيء. المرأة لا، هذا الابن طول الوقت 24 ساعة فدائما مشغول. تأمل المرأة ثلاث أولاد رايح على المسجد ولدين رايح. هذا من جهة يعني إنها طبيعتها مشغول ما بتقدر. اثنين، المرأة محل فتنة مثل ما حكينا، ففي حرج كبير أن تذهب لمين مثلا. فالآن نقول المرأة اذهبي أو لا تذهبي، ترى الموضوع موضوع فتنة. شو موضوع الفتنة معنا مشايخنا؟ مصلحة. هل المصلحة للمرأة وللمجتمع أن تذهب أو لا تذهب؟ فإذا أناس لنفترض هذه الصورة، شخص بيذهب لمسجد معين وعنده ختمة وصوته جميل، ويذهب هو وزوجته مثلا وبنته مثلا، ويذهبوا ويصلوا، وهذا بالنسبة لهم الحمد لله إشي ستير، ما في أي فتنة، وبشعروا كمان إيش براحة نفسية، ما بنمنحهم. اللي حط الفكرة إيش هي؟ يعني ذهبت متحجبة بأكمل ما يكون وبأفضل هيئة، وما لا يمنع. لكن إن وجدنا هيئة مثلا نساء، الآن يعني أرى في بعض المناطق يعني نساء بتذهب حتى بنفس الصلاة، وبتذهب باليانس وبتذهب للمسجد وبتذهب للكذا، فبالتالي الأفضل أن نتمسك أن لا تذهب، لأنه بين سيكون كل يعني عشرة يعني لا يلتزمنا وحدي يلا ملتزمة وما بتسبب فتنة، الأخريات لا. وتأمل بالله امرأة البنت وين رايحة يعني صبية بدها أروح للمسجد، يصبح الذهاب للمسجد سبب للعلاقات والصحبة والفتنة صح؟ يعني فتنة كبيرة، يعني فتنة كبيرة جدا جدا. لذلك وجدوا أبو حنيفة كان عنده كراهة أمامكم ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، هاي الأوقات قالوا ما فيها في الساق، فبس تذهب ما أحد بيعلق في الطريق ولا إشي، بكون نايمين في الساق في هذه الأوقات، فقال تذهب في هذه الأوقات. والكبيرة كمان متقدمة في السن، ترى المجتمع مبني على العفة بقدر كبير جدا، يعني كل مداخل لهذا الأمر ممنوعة. الفتوى فيما بعد رأوا حقيقة أنه لا، في فتنة صغيرة وكبيرة وفي جميع الصلوات، فصارت الكراهة في جميع الصلوات للشواب والعجائز، لأن الأفضل أن تصلي المرأة صلواتها وينفي. حتى حديث عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعتن لمنعتن الصلاة في المساجد. هذا في زمن، لاحظوا في زمن لسه في زمن عائشة، يعني في بعد النبي بشوية والنبي يقول خير صلاة المرأة وين؟ في بيتها وفي قعر بيتها. فبالتالي نحن هذا الموضوع المفروض نرغب فيه كثير، ولكن يعني إن لم نجد فتنة يعني هو حقيقة ممكن نستفيد منه. الآن في بعض البلاد بمنع المرأة حتى تذهب لحضور الدروس، يعني يشددوا بهذا الموضوع لأقصى حد، يعني ممنوع حضور الدروس، ممنوع الذهاب لكل هذه الأشياء للنساء، للنساء خاصة في دول الغرب مثلا، المرأة كل بيئتها كفار، والمركز الإسلامي هو البيئة الوحيدة اللي بتجد فيه مسلمين وبتتعلم شيء من دينها، فبتجد البعض بشدد بيقول لك يحرم المرأة أن تذهب مطلقا. طب في نفس الوقت هذا بيقول يحرم يذهب المرأة إلى المدرسة وتذهب إلى الجامعة وتذهب إلى مين؟ تذهب إلى السوق. طب ليش عند المسجد وده تتعلم شيء لدينها محرم هذا الأمر؟ فلذلك نقول الأمر مبناه على الفتنة، المصلحة. إذا في ذهابها للدروس حضور الدروس في خير وفضل إلها، لا فلتذهب، وإلا يعني في مشكلة. إيش شيخنا؟ دكتور وهذا النقطة الأخيرة كنت حابة يعني استفسر عنها. أحيانا في فتنة فعلا، والناس عندنا مثلا في التراويح بيجوا البنات مش لابسات يعني ملابس صلاة، لا ملابس صلاة بلبسوها على باب المسجد، مش لما باب المسجد كمان للأسف يعني. بس أحيانا بتعارض مثل الطب مع موضوع مثلا الدروس، يعني أنا عارف إنه هذه ما راح تسمع درس إلا مثلا في المسجد، قال لك تسمع، فهذا الإشكال أحيانا يصير لوالد البيت أبوين. والله يا شيخي يعني الأمر كثير يعني متعب ومزعج يعني، وفي إشكالية يعني في يعني آسف في الكلام، بس أنا ما يعني لاحظوا الآن جامعاتنا يعني أصبح الغالب عليها التعليم ولا الأشياء الأخرى؟ الأشياء الأخرى صحيح؟ وصدقا صار التعليم كأنه شيء زائد، ففي خلل يعني. هذا الخروج المطلق هذا يعني فيه مشكلة، إيش فيه مشكلة واضحة جدا جدا.
مخالف لموضوع عفة المجتمع وكذا. على كل نحن بس بدنا نخلص من هذا الشيء. البلاد اللي بحاجة المرأة فيها للتعلم وبذهابها للمسجد مفيد إلها في تعلمها وحرصها حقيقة اللي تذهب يعني. والآن بس يعني هذا التعليق بس، يمكن الشيخ أسماء ما بعرف يعني، أحيانا أختي أسماء يعني ممكن مشكلة يعني، ممكن نساء بذهب للمسجد يعني بتعلم مثلا قرآن وبتعلم كذا، آسف في هذا الكلام، بس يكون التعليم ليس صحيحا فبتحمل أفكار خاطئة، تعليم بتحمل أفكار خاطئة بحيث آسف في الكلام يصبح تشدد في حياة يعني، بس تذهب وتكون آسف المعلم إلها يعني عندها كثير أفكار سيئة مزعجة وكذا وكذا وكذا، بتصبح يعني في خلل في بناء البيت بسبب إيش؟ ذهاب هذه المرأة للمسجد، ذهابها يعني تحملها بعض أفكار آسف، سواء بخصوص زوجها بخصوص أولادها، القيام بواجباتها فيها إيش؟ فيها خلل يعني. فالأمر يعني كثير متعب وكثير صعب. كيف؟ تقبل كل شيء بحكيها هي المرأة. الرجل المرأة بتسمع مش زي الرجل يعني، هي مشكلتها يعني، بتسمع وبتسمع بتصدق يعني هو بتعرف انه مش صحيح بس بتصدقه يعني، بتعرف جارتها بتكذب انها اشترى زوجها لها، معناته بتصدق يعني، وبتطالب زوجها بهذه الاشياء يعني. في الرجل ما عنده هذا الشيء، الرجل يعني بفلت كثير يعني، من عادي كل 100 جمله يمثل جمله يعني، شو حكوا الله اعلم شو مهتمشه. المراه كل شيء بتضبه مثل هالمغناطيس، وهذا بيسبب اشكاليه. بس تروح تلتقي مع النساء اذا ما كان لقاءها، ليش مثلا قال النساء وقرنا في بيوتكن؟ لانه قرار المراه مهم، لانها هي ما بتتحمل الاختلاط كثير زي الرجل، واختلاطها اذا ما كان مع نساء صالحات ينصح انه يؤمر بالمعروف بتدمر نفسها بتدمر بيتها بتدمر اسرتها يعني، بيصير في خلل فيه. فما بالك اذا كانت ملتقيه مع ناس منحرفين عقديا يعني، مع ناس فجار مع غيرهم يعني، له انعكاس كثير سلبي كثير سلبي. فبالتالي الان تذهب ما تذهبش، الموضوع بده عنايه بده متابعه يعني. الان عندنا في الاردن في خلل في الموضوع نوعا ما، في خلل يعني حقيقه. ومن ناحيه اول شيء لازم يهتموا بنوعيه المدرسات صراحه، وتثقيفهم من ناحيه العلوم الشرعيه وايش يعطوا للنساء. بعدين من ناحيه ثانيه النساء، هو ستي انت عارف احنا عندنا المشكله سواء دولتنا الاردنيه او غير دولنا الاسلاميه السنيه، المشكله فيهم تركوا الدين عشان نكون صريحين يعني، وبتعاملوا مع الدين للضروره يعني. هم لو عليهم بدهم مش اياه، بس هم لولا الناس على الاسلام كان ما تعاملوا معه. ليش انا بقول هذه العباره؟ لانه يعني ما بيعطوا الدين حقه من الاهتمام والعنايه. مش دول قائمه فكرتها على الدين بحيث انها تحرص على تعليم الناس يعني. مين دوله سنيه الان بتقول انا وجدت لخدمه الدين؟ عارف شو معنى هذا الكلام؟ عارف شو معنى؟ واللي افترض حقيقة الهم الأول، صدقا الهم الأول للدولة شيختي، الهم الأول عارف شو معنى الأول؟ يعني كل السياسات توضع من أجله كيف نرتقي بدين المجتمع. والرقيفي هو اللي بمنع من الجرائم، بدل ما طول الوقت مركزين على البحث الجنائي، طب انت حل مشكله المجتمع الدين بنحل. طول الوقت مركزين على المخدرات، طب حلوا دينيا يحل. مركزين على الجانب الاقتصادي، طب حلوا دينيا يحل. انت لاحظت الفكره ايش هي؟ يعني هو حل كل هذه المشاكل الدين، انت لاحظت. فلانهم اهمل جانب الدين صار سامحين اللي بيدرس واللي بيعلمه ما في كفاءه. سمع له كلمتين وهون سمع له كلمتين. فالمرأة بس تذهب للمسجد يعني تتعلم تجويد، بس كثير أحيانا بيدخلوا لها أفكار إيش يعني. قل أليس الغالب على النساء في المساجد تعلموا القرآن الغالب عليهم الفكر الوهابي؟ وطول فقط قال فلان وفلان من تبعين السعودية وخدمة الزوج ليست واجبة، أخذ لك معنى هاي خلاف الإجماع. طب والله بس وهاي بشيعوها، بس تقول خدمة الزوج ليس بواجبة، طب شو تعمل في البيت؟ لا هم ما بيحبوش على بتشتغل شيخي، تحكي مطلقا مطلقا. شو بتساوي؟ هم مش واجبه. لا هي اللي هم اللي مش واجبه ترى مطلقا.
يعني اختي يعني على التسليم اللي تفضلتي فيه يعني. طب انا الان تزوج حتى ياتي اولاد بهم سنه سنتين، في السنه سنتين من بيطبخ؟ طيب واجب ايش؟ طبعا شرعا اول شيء الاحاديث عن طب هو بس يطعميها بتصدق عليها؟ بس يطعميها بتصدق؟ طب كيف؟ طب هو واجب عليه خدمة خارج البيت وهي واجب عليها خدمة داخل البيت. هذه قسمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدة فاطمة السيدة علي. يعني هناك روايات متعددة عن يعني موجودة في السنة واضحة في القسمة يعني. والفقهاء عندنا في كتب الفقه بيقولوا ليست بواجبة عندنا، بذكروها وراح تمر في القدور بتمر معكم فيها. بس شو معنى ليست بواجبة؟ ليست واجبة قضاء. عارف شو معنى ليست واجبة قضاء؟ يعني ما بيستطيع القاضي يقول للمرأة سويت له بيض الصبح، سويت له مقلوبة، يعني أشياء لا تضبط. فقالوا قضاء غير واجبة. في نفس الوقت المتن بيقول ليست واجبة، انزل الشرح تحت بيقول وواجبة ديانة. أي شيء ما بنستطيع نضبطه من ناحية قضائية نضبطه من ناحية ديانة، لأنه قضاء صار. الآن أعطيك مثال، علاج المرأة ليس بواجب على الزوج بس قضاء. ليش؟ لأنه لا يمكن ضبطه. تعال نقول قضاء علاج المرأة واجب على الزوج، رأس مالها كل ما زوجها بدها يعملها شغل بدها شي إياها تروح على أحسن مستشفى تنام زي حد تصير. مش واجب، مش واجب ديا، مش واجب قضاء. فالان بس واحد يكون حادث كثير بصير اجره المستشفى ثلاث اضعاف، صحيح؟ وبصير كل شيء. ليش؟ لانه صار شيء لازم على انه يعالجه. فتعال المراه نقول قضاء لازم على الزوج يعالج زوجته، بس راس مالها في اي مشكله تنام في المستشفى بتدفعوا 5000 10000 وراس لا اسبوع رجعنا دبر عدد الدكاتره ويطلع اللحظة. فمباشرة حولناها إيش أختي؟ ديانة. فهذول الناس بيكونوا مش قارئين فقه، بروح يقرأ في المتن لا يجب، لا يجب عمي هذا قضاء بس ديانة واجب. فشرعا النصوص الشرعية واضحة في ذلك، المذاهب على ذلك من جهة العقل يعني، من جهة العرف والعادة العقل. طب هذا الرجل قدم خدمة، مش لازم هي تقدم إيش؟ خدمة في مقابل. هو طول الوقت يشتغل 10 ساعات خارج البيت عشان يأمن سكن ويأمن كذا، معقول بعد ما يرجع 10 ساعات يرجع ويطبخ في البيت؟ طب من وين تأتوا بهذا الكلام؟ ترى أنا هاي الحادثة أختي تعرف صارت معي والله، صديق لي يعني صديقنا يعني. كيف؟ هذا موضوع آخر، شغل المرأة خارج البيت، شغل المرأة خارج يعتبر أوفر تايم يعني زيادة مش لازم يعني، بإذن الزوج ومش لازم. صار بحث آخر، صار بحث آخر. بس هاي الفكرة أنا يعني بعرف أحد الأخوة وهي حقيقية يعني بعرف معرفة جدا قوية. تزوج امرأة، تزوج امرأة ويعني ودللها واخذها على على على, على تركيا، خلصت مش بالحياة تركيا، خلصت رجع على البيت. بقولها طيب هي قاعدين في البلكونة، بحكيها طيب اعملي لي فنجان قهوة. قالت له يكون بعلمك يعني من هسه يعرف كل واحد اللي له اللي عليه، اللي بده إشي يخدم نفسه. هو فكرها بتمزح يعني، مشاها راح عمل قهوة وشاف وشربها، ظل أخذت فنجالها وغسلته وظل بقي فنجاله أيام ما شالته يوم. وبتقوم الليل لازم تقوم في الليل تصلي لها كم ركعة؟ تأمل كيف بيخرب عقول الناس. صبر صبر شهر شهرين تغير تبدل الصبح حتى يعني بسيارته بشغل سيارة بوصلها لشغلها يعني هيك مدللها يعني، بلكن تغير يعني تغير ولا في إشي بعدها خلص روح شو بدي اعمل يعني فحتى من جهة العرف من جهة العادة من جهة كذا. الشاهد موضوع أخواتي حقيقة هذا الشيء فقط يشاع لإفساد البيوت، فقط يشاع ينشر فقط كيف نخرب البيوت. هاي مثال واحدة اتطلقت والبيوت الأخرى، بس طبعا المرأة تعرف مش لازم عليها خدمة البيت، خدمة البيت راح تصير تتفضل في يوم ما تعمل، هذا راح يسبب لنا إيش مشاكل أخرى. الآن عمل المرأة صار موضوع مختلف، المرأة الآن بتعمل هي متفضلة في العمل، أي يوم جلست إلو عندها هي ما عليها عمل بالمرة نهائي. لكن لو عملت هنا نقف مع النقطة هاي، لو عملت لابد تجلس مع الرجل وتفاهمه،
ممنوع تعمل بلا إذنه، حتى لو ابتداء تزوجها وهي بتشتغل يجوز له أن يمنحها من العمل، لأنه بيكون شاب لسه ما بيعرف حقيقة الحياة يعني، وبالفعل وجد الأولاد العناية فيهم بحاجة للمرأة أنا إيش تتفرغ يعني وتجلس يعني، وهو مش بحاجة لهذا المثال. فمتى قال لها اجلس يجب أن تجلس، ومتى أرادت أن تجلس يجوز لها أن تجلس ولا شأن له بذلك. هذا مهم، لأنه هو وظيفته النفقة وهي وظيفتها القيام على بيتها، هذا الوظيفة الأساسية. الآن إذا عملت بدهم يكونوا متفاهمين، متفاهمين إنها تعمل، لاحظوا تعمل وكل مصاريها لزوجها في خلل، تعمل وكل مصاريها لنفسها فيها كمان إيه خلل، لأنها عندما تعمل شيء طبيعي راح يزيد مصروف البيت الربع الثلث، صحيح؟ الطعام راح يزيد نفقاته، نفقات أشياء أخرى راح تزيد لأنها عملت، فلازم يكون في جلوس في البيت وجلوس. طب أنا راح أعمل مقابل هيك راح أساعد بواحد اثنين ثلاثة، راح أساعد نص أجرة البيت، راح أساعد أنا أجيب كذا وكذا، يعني يكون في نوع تفاهم يعني. ولازم يكون لها حق في هذا المال، يعني حق مش حق في كل المال، حق في شيء من المال، إنها بدها تتصدق، بدها تساعد والديها سامحوني، بدها تقدم، هذا حقها. فنحن نجد في مجتمعنا بسبب يعني خلل في المنظومة، تجد إما رجل مكوش على المرأة ومصريها، امرأة دايرة ظهرها لا شأن لها يعني، يعني ولا إلها بإشي، هو بده ينفق ويساوي كل إشي رغم أنها بتشتغل، ففي خلل في المنظومة. وبيحكوا يعني عادة يعني تصل أكثر من 80% من المشاكل بين المتزوجين العاملين بسبب المصاري، بسبب النقود. والأمر بده إيش نظر أحب، بس كنا نرجع نتكلم مشايخنا موضوع اللي هو خروج حضور المرأة للدروس وعملها والتقاء وحضور الدروس. بدنا نعاين انه اي دروس تحضر المرأة، لا تحضر المرأة يعني فخر الاسلام البزدوي 482 هجري لما رأى من حال الشيوخ في زمانه قال لا يحل للمرأة ان تذهب لحضور الدروس في زمانه. لاحظتوا شيخات؟ لأن المرأة تتأثر كثيرا، تتأثر كثيرا، وهؤلاء وجدهم مجموعة ناس فاسدين يعني لا يصلحون لأن يعلموا ويتقوا الله عز وجل. على كل حال لا بأس أن تخرج، انتهينا من هذه. لا يصلي الطاهر خلف من به سلس بول، معروف سلس البول مشايخنا صح بالعذر؟ طيب، لأن صلاته جازت للضرورة، فهل يجوز أن يصلي خلفه من تصح صلاته بلا ضرورة؟ لا. نعم بمثله صح. ولا الطاهرات خلف المستحاضة، ولا القارئ خلف الأمي. مين يعرف مين القارئ؟ مشايخ شيخات اللي بيحفظ آية، والأمي لا يحفظ آية. ولا المكتسي خلف العريان. انتم لاحظتوا من جازت صلاته للضرورة لا يجوز أن يكون إماما إيش لغيره. ويجوز أن يؤم المتيمم، المتيمم المتوضئين، فيها حاجة ما فيها شيء. والماسع على الخفين الغاسلين، ويصلي القائم خلف القاعد. معنى قاعد إيش؟ يركع ويسجد. أما الذي يقعد ويوم إماء هذا لا تصح الصلاة، لأنه صلاته ما فيها أركان، فجاز الصلاة للضرورة. عند الشافعي طبعا كأنهم كانوا مجوزوا، بس يعني ما بعرف يعني، يعني في ذهني أنه مع الكراهة يكون إمام مسجد راتب يصلي إيماء، فاهمينها؟ إمام مسجد راتب يصلي إيماء محل نظر يعني شوية مزعجة يعني. إمام مسجد راتب يعني مش مرة بالغلط، يعني فيها مشكلة. الآن عندنا هنا ويصلي القائم خلف القاعد، طبعا هاي استحسانا قياسا لا يجوز، لأنه هذا يركع ويسجد والآخر إيش مشايخنا يقوم ويركع، الآخر لا يقوم، فعنده نقص ركن. طب لماذا جازت؟ لأن ثبت عندنا أنه سيدنا أبو بكر صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قاعد وهو إيش قائم، فجازت استحسانا لهذا الحديث. ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، يعني ولو قاعد يركع ويسجد خلف مومئ لا يجوز، لأن المومئ يصلي إيش ضرورة. ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن المتنفل صلاته إيش مشايخنا؟ صلاته نافلة وضعيفة، بينما المفترض صلاته قوية، فلا يجوز. ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرض آخر، ظهر عصر
مغرب عشاء لا يجوز. حتى الحديث البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ففسروها حتى صلاة مختلفة عن الصلاة التي يصليها الإمام لا يجوز، إلا في حالة واحدة عندنا إنه الإمام مفترض والمقتدي إيش، هاي الحالة الوحيدة التي استثنوها، ويصلي المتنفل خلف المفترض. طيب، ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة. تبين، سامحيني أختي، تبين أنا بعد ما صليت أنه إمامي صلى بغير وضوء، ما الحكم عند الحنفية؟ بطلت صلاة الكل، بدي أعيده. أخبر قال أنا ما معي وضوء، كان ناسي. فهمناها؟ عند الإمام الجمعي لا تصح صلاة القوم، يمكن بلدنا الأفضل نظل نسكتين عنها لأنه يقول أنا ما معي وضوء حتى يموت بضل يعايروا فيها. كيف؟ في ما يصلي بقوله توضيت يا شيخ طيب. إيش أختي مرة أخرى؟ احنا عندنا، لانه عندنا تعرف المقتدي لا يقرا، احنا مرت معنا اليوم، المقتدي عندنا يعتمد على الامام في صلاته، وبالتالي اذا بطلت صلاه الامام تبطل صلاه المقتدي. عند الشافعي لا، المقتدي يفعل كل شيء، يعني كانه واقف وراء الامام خلف الامام للبركه بس لانه يفعل كل شيء عند الشافعي، بيقرا الفاتحه وكل شيء بيسوي. احنا لا، هو يعتمد بصلاته على صلاه مين؟ الامام. طيب هاي إن شاء. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. لاحظت العبث هذا ممكن القليل منه، يعني حركة قليلة كراهة التنزيه، أكثر كراهة التحريم إساءة، كراهة التحريم إثم، لأنه سيصل إلى مرحلة تبطل صلاته. حركة صحيح، حركة اللعب في اللحية، هاي اللعب في هذا، كل هذا نسأل الله يعافيني ويعافيكم. في هذا أثر عن سعيد المسيب، من خشع قلبه خشعت إيش، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لا يقلب الحصى، يعني عندما أسجد ما أكون مشغول بالحصى، بس مرة واحدة، إلا واحدة، حتى في الحديث عن النبي إلا أن لا يمكنه السجود. تعرف إذا كنت تصلي في مكان تراب تحتاج مرة واحدة فقط إنك إيش، حتى لا يكون حجر تحتك ويجرحك. لا يفرقع الأصابع، هذا عبث مشايخنا، يتخصل يضع يديه على خاصرته هكذا، يسدل. السدل كراهة مشايخنا، كراهته جاءت من انه يضع عباء، مثلا هالجوكيت اللي لبسته انا لو وضعتها على كتفي بدون كمام فيها كبر، اللي حكناها المرة الماضية. يسدل حكناها، يعقص. الرجل يربط شعره هنا، الشعر هكذا. طبعا اطالة الرجل للشعر ترجع للعرف. أختي أسماء نسيت أقول لك تفضلي، إيش عندك سؤال؟ كنت بدي أسأل إذا في صلاة التراويح دخل رجل وما صلى الفرض، أو دخل والإمام بيصلي التراويح، هو بده يجيب صلاة الفرض، يصلي الفرض لوحده ثم يلتحق بهم بدون فوضى. جماعة ثانية. جماعة ثانية. لا لا، لا يجوز، مكروه. بدي اريحك انا عشان بتلك اياها كاملة. لو كنت تصلي الظهر والذك هاي بس راجع للترتيب، هاي راجع عسب للترتيب. بس اللي عطل لهن شيختي الآن، أن تصلي صلاة خلف إمام مختلفة صلاة فرض عن فرضك لا تصح، لابد اتحاد الفريضة، لابد. مشايخ يعقص الشعر، مفهوم مشايخنا؟ يربط شعراته هنا. بعدها مشايخنا يكف ثوبه هكذا، هذا الكف للثوب فيه كراهة لأنه فيه نوع كبر، سواء في الصلاة. كيف؟ لا يكف ثوبه، ايش يا اختي؟ هي عباره تماما عباره الكف، ولا يكفي ثوبه بالكف.
هي ما بعرف أنا العبارة تفضلت فيها، يعني إحنا عندنا مكروه سواء أنا كفيت في داخل الصلاة أو أنا كنت كاف قبل الصلاة، الحالتين مكروهات. يلتفت نعم كيف؟ آه نفس الشيء، الثوب نفس الشيء. البلوز مش كم، لا الكف، الكف هو أختي بس بده أثناء الصلاة أختي، لأنه الكف، الكف فيه يعني قلنا الصلاة بتعالج الكبر في القلب، يعني فيه يعني نوع كبر يعني، يعني أو بيساعد لإيجاد الكبر. فالإنسان بس يذهب للصلاة كل ما في الأمر شو يعمل ينزلهم بس مش أكثر يعني. حتى كل يزيد نوع حتى ما لفت يزيد نوع. ما فهمت يا شيخي. ذكر بعض العلماء قالوا عشان يعني يكون في حالة وجود كلي حتى ما لفت كنا ساجدا معه. مثلا لا يلتفت، الالتفات ركزوا معي مشايخنا، في التفات بالعينين هذا كراهة التنزيه أنظر هكذا، في التفات بالوجه أن أنظر هكذا هذا كراهة إيش؟ تحريم. في التفات بالصدر هيحفظوها، إذا واحد تغير صدره عن القبلة تبطل صلاته. التفات بالصدر، التفات بالصدر. لو تدخل غيره نعم، لو بتدخل غيره حتى لو تدخل غيره بأثر هذا، ما بأثر، ما بضر الصغير، ما بضر حتى ما بضر. من الأمام بتشعله في الواحد ما بيأثر، ما بأثر نهائي. شو هذا؟ حتى مروي الحسن عن سيدنا الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بضر مثل هاي الحركة. تفضل. بس بالنسبة لصلاة الجماعة أنا دخلت المسجد متأخر شفت واحد مصلي طبعا شو صلاته الآن يعني لو ذهبت واقتديت به يعني بصير يعني اقتديت به بس انوي صلاته انو الصلاة التي يصليها، فإن كان يصلي فريضة فبها ونعمت، وإن كان يصلي نافلة حصلت نافلة. فهمت؟ يعني أنا الآن أتيت يعني أحلل لك إياه، أتيت للمسجد والإمام يصلي وأنا لا أعرف تراويح ولا عشاء يعني مش عارف، فأنوي صلاة الإمام، فإن كانت تراويح فهي نافلة لوجه الله، وإن كانت عشاء فأكون صليت عشاء. حلت؟ يعني إلى حد ما أذكت كيف واحد يصلي وأنا وقت ما أبنيته وبعد ركعتين سلم وروح خلص نفل سلمت سألت شو صليت ولا بقول صليت الظهر بس أنا كنت لحق بآخر ركعتين راحت على كيف؟ يعني طلع هو صلي الظهر فعلا بس أنا لحقته بآخر ركعتين. أنا ما أدري واحد ما اعرف هنا في لي او فاضي بعد ما نصلي اذا سلمت، اما اذا اتيت مع ركعتين بتكون سنه قبليه. ولا يقعي الاقعاء. مشايخنا المره الماضيه بس جلسنا مش حكينا، بنجلس وبننصب الرجل اليمنى لأن هذا الشخص نصب الرجلين، ترى هاي بتحصل كثير عند الناس، بنصب الرجلين وجلس عليهما هذا إقعاء، هذا أحد تفسير الإقعاء، أحد تفسيرات له. في الآن تفسير للإقعاء أن يضع يديه على الأرض ويجمع ركبتيه، عارفين كيف؟ هيك هيك هكذا هكذا، الرجل الثاني يرفعها يجلس على إليتيه ويرفع رجلين هكذا، هاي تكون جلسة طبعا في الوسط، جلسة الاستراحة يفعل، جلسة التشهد يجلس هكذا، هذا إقعاء وهذا إقعاء. دكتور عفوا دكتور، الحالة الأولى يعني واجب صحيح مسلم الرسول يعني العبادة على سنة، بس الثاني اللي هو نفس المؤلف ذكرت الكتاب هي أصح يقول فيها اللي على الأرض هابو زي كده تماما يعني. نعم بس حتى الأولى مكروهة عندنا. مكروهة مكروهة عندنا. بس مش في احنا نتكلم في الصلاة. ولا يرد السلام بلسانه. لو واحد من برا قال السلام عليكم ونحن في المسجد واحد قال وعليكم السلام او قال السلام عليكم ردا على الشخص في الخارج تبطل الصلاة، تبطل لانه صار كلام خطاب. لو انا كنت في الصلاة
وقلت السلام عليكم تعمدا لشخص في الخارج. فهمناها؟ يعني أيضا خطاب عمدا. بس إذا واحد رد وأنا أجبته تبطل مطلقا، لأنه هو قال السلام عليكم أنا قلت السلام عليكم، فهذا معناه خطاب تبطل. الآن بيده مشايخنا، واحد دخل المسجد وقال السلام عليكم بيرفع اليد هكذا، ترى هي موجودة في المساجد يمكن ما بتعرفوها. شفتوها؟ في مساجد عندنا في سحاب يعني سمعتها. كل ما يدخل شخص من برا بقول السلام عليكم في الصف كله بيعملوا هيك. هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، بس ما وصلهم النسخ لسه. ما وصلهم. هذا مكروه حركة. تعرفون في أول الإسلام كان في أول الإسلام تذكرون أنه كان يكلم أحدهم صاحبه ويسأله عن إيش يعني ماشيته وعن أرضه يعني. طيب لا يتربع إلا من عذر. عارفين تربع مشايخنا؟ تربع الأكل، هذا يجلس في التشهد يكره، لا يأكل ولا يشرب، هذا يبطل الصلاة، فإن سبقه حدث انصرفه. هاي مسألة مشايخنا يعني ممكن فيها غرابة، بس هي جاء فيها الحديث، ونحن الحديث هذا صح عندنا، ما استطعنا نترك العمل فيه واشتهر عندنا. إيش الحديث اللي ورد في هاي المسألة مشايخنا؟ أنه شخص يصلي وخرج منه ريح مثلا، يعني حصل عنده ناقض، يجوز له أن يذهب يتوضأ ويرجع ويكمل. هاي يسموها الحدث في الصلاة. بس أثناء ذهابه ما يكلم أحد، هو في الصلاة حكما، بيذهب للمغسلة بتوضى وبرجع يصلي. إذا تكلم مع أحد أو تحرك أي حركة زائدة تبطل الصلاة. هاي جازة استحسانا لورود الحديث فيها وعملنا فيها، نسميها مسألة البناء، الحدث البناء في الصلاة. شيختي بس صورة واحدة، ركزي معي. ايش الصورة؟ واحد احدث ورد الحديث فيه يعملها، غير هيك لا. اما واحد الشيخ، انت عارفين شو معنى الشيخ؟ تقول رن راحت فتحت الباب ورجعت كملت الصلاة. كيف؟ في التنبيه يجوز هذا. بس هو موجود هذا حقيقة، التنبيه مش ممنوع، لا انه الواحد يجهر ويقول الله اكبر، الممنوع الخطاب، التنبيه هذا لا. كلام الصلاة نفسه لا. لا مش خطأ. كله نفس الشيء. فإن سبقه حدث انصرف، وإن كان إماما استخلف. لاحظ إن كان إن سبقه حدث انصرف، إن كان إمام استخلف، يعني إذا كنت أنا إمام وأحدثت يجوز أن أقدم شخص يكمل في الناس وأذهب أتوضأ وأرجع. لا أرجع مقتدي وتوضأ وبنى على صلاته. هاي أمامكم طبعا الاستئناف أفضل، ونحن قلنا به لوجود إيش الحديث. بس هذا يجوز استحسانا لحدث، لاحظ، يجوز استحسانا لحدث، ساعدوني، لحدث معتاد. يجوز استحسانا لحدث معتاد. اذا كان حدث مش معتاد، امامكم شخص احترمه، يعني تاملوا هالصوره، يعني قديش بعيده، واحد نام في الصلاه واحترمه في الصلاه. نادر هذا، يعني نادر، يعني مثلا حصلت اغمي عليه في الصلاه، هذا حدث نادر. قهقه في الصلاة، تعرف القهقه ايضا وان لم تكن ناد، بس هي يعني فيها فعل من الشخص، صحيح؟ فمثل القهقه الان يستأنف، الاحتلم اغمى عليه، واحد شج راسه، يعني ضربه شخص بحجر فنزل دم من راسه، هذا يعيد. بس الحدث المعتاد الذي يفعل هذا، وان تكلم في صلاته. نعم شيخي، استأنف بدا من جديد، يعيد. ايش يا اختي؟ بيقدر يكمل يعني. يرجع مكان ما وقفه، لا يرجع من الركعه اللي وقف فيها.
برجع للركن اللي كان فيه. يعني أنا كنت في الركوع أرجع وأعيد الركوع وأكمل، لأنه الركن لا يتم إلا بالخروج منه، وأنا خرجت منه ما معي وضوء، فبالتالي لا يحسب إلي، فأرجع وأعيد الركوع وأكمل الصلاة. بيأتي إلهم وبفعل كل الأفعال حتى يصل إلهم، وصلهم وصل، ما وصلش ما بضر، بس ما بروح عند الإمام، يعني من المكان اللي وقف فيه يكمل. هذا بسموه سيدي اللاحق، اللاحق اللي فاته بعض أفعال الصلاة. يعطيك مثال غير هذا، واحد سجد ونام تعبان، نام له شوية استيقظ بعد ركعتين ماذا يفعل؟ يأتي بكل الأفعال التي فاتته حتى يصل للإمام. هذا اللاحق نسميه لاحق، من فاتته بعض أفعال الصلاة لاحق. في عندنا مسبوق وهذا لاحق. اللاحق نام في الصلاة، شخص أحدث ذهب يتوضأ ويرجع. بدك شرطين شيخي، شيخي بدك شرطين، اتحاد المكان وعدم اشتباه الإمام. إن انقطعت السماعة ولم نعد نعرف أين الإمام، ما عد نعرف، يعني ما عد نعرف، بطلت صلاتنا. هذا إذا كنا نحن في طابق هو في طابق، منقطعين في المسجد يعني في مكان خارج. الصفوف إذا كانت متصلة لا ما بضر، إذا الصفوف متصلة لا يضر. ايش مصلي اراد ان ينظف انفه مثلا وتنفس بالفين طيب سبق الحدث او احدث عنه، يعني هو يعني ماشي عنده مخاط، فبعض المخاط راى في الفين دم، يعني نزل الدم انتقض وضوءه. نقول سبق الحدث او شيء طبيعي؟ لا ليس عمدا، هو مخاط ونزل معه، ليس عمدا. دم مع المخاط نزل دم، بس هذا يعني سبقه حدث. رعاف، الرعاف يبني، يذهب يتوضأ ويبني. ايش ايش واحد خارج الصلاة يسلم باليد، والذي في الصلاة يرد باليد وليس باللسان. الرد باليد مكروه لأنه حركة. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، عارفين شو بقي عليه؟ بقي عليه السلام، ما سلم بس ما خرج من الصلاة. والآن سبقه إيش؟ لو سمحت الكهرباء فصلت عن هذا. خلص لا فصل واصل هيك، واصل شغال هيك شغال. صلى على رسول الله. سامحني بس عشان ما تسوش. شخص سبقه الحدث، مشايخنا صلوا على رسول الله، صلوا على رسول. شخص سبقه الحدث بعد التشهد، يعني بقي عليه السلام فقط وسبق الحدث، يعني خرج منه حدث بلا إرادة منه، معناها شو بده يعمل؟ بروح يتوضأ وبرجع عشان يسلم. فيها إشي؟ خلصنا منها. طيب وإن تعمد الحدث صحت صلاته. ليش؟ لأنه مر معنا الخروج بصنعه فرض، الخروج، والآن حدثه أو أكله أو شربه أو كلامه يعتبر إيش؟ خروج بصنعه. لكن صلاته صحيحة ناقصة وهو آثم، لأنه ترك واجب السلام. وهي أمامكم مشايخنا عدة أحاديث في الأسفل، يفترض أنها مكتوبة. أشوف هنا وينها دكتور؟ هذا الحدث المعتاد صح؟ الحدث في أي مسألة؟ الحدث المعتاد المسألة اللي احنا فيها. لا مش إذا تعمد الحدث. أي حدث أي فعل. أه
إن شاء الله سيأتينا يمكن في مكان آخر ذكرتها في عدة روايات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من بينها مثلا صفحة من بين الصفحة بعدها بصفحة عن مسعود النبي أخذ بيده وعلمه التشهد فقال فإن فعلت ذاك أو قضيت هذا فقد تمت صلاة فإن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فأقعد. طبعا في روايات أخرى أيضا فيها أنه عن سيدنا علي بن أبي طالب إن أحدثت إن كذا فقد تمت صلاتك ما في ذا. طيب هاي انتهينا من هذه في قول أبي حنيفة عند الصاحبين تمت صلاته. ليش عند الصاحبين تمت صلاته مشايخنا؟ مين يساعدني؟ عند الصاحبين السلام سنة، السلام كله سنة، السلام كله. عند أبي حنيفة الخروج بصنعه فرض. إيش يا أخي؟ صفحة كم؟ آه أنت غير طبعا. ها شايف إن جاز مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم الصلاة. موجود عدة روايات في ذلك، روايات عديدة في ذلك، وبالتالي لو شخص أحدث عمدا. طبعا الآن أنت بتقول طيب الأحدث عمدا تمت صلاته، بس تمت صلاته ناقصة مع الإثم، بينما اللي خرج الحدث بلا إرادة منه يستطيع أن يذهب ويتوضأ ويسلم وتصبح صلاته كاملة لا نقصان فيها. فهمناها؟ ليكن ليكن بداية الصلاة مكتوبة. طيب مشايخنا صلاة الفوائت الآن لو سمحتوا، صلاة الفوائت ما خلصت؟ آه سبحان الله أنا قفزت أربع صفحات فرصة. وين أنا وصلت؟ عند أي واحدة؟ آه المسائلة وين راحت هاي؟ وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت الصلاة، وحكيناها صح؟ وإن رأى المتيمم الماء، هاي المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته. صحيح هاي معروفة المسألة. طب مشايخنا الآن راح تأتينا المسائل 12 بسموها غير الشيعة 12، هاي مسائل 12 نقلت عن أبي حنيفة. هاي المسائل إذا حصلت معك في آخر الصلاة، إذا حصلت معك في آخر الصلاة بطلت ايش؟ صلاته؟ بطلت صلاته ولا ايش؟ بطلت، لأنه لم يخرج بصنعه. في 12 لأنه الخروج بالصنع هو الأول مسألة مذكور إن رأى المتيمم الماء بعد التشهد قبل السلام، باقي السلام ورأى ماء. ما الحكم الآن؟ بطلت الصلاة لأنه باقي عليه الخروج بصنعه ما خرج. فاهمينها؟ المسألة بعديها كان ماسح على الخفين، وهذا الخف اللي ماسح عليه بحركة يسيرة سحل من رجله، ففي النتيجة رجله ايش صار فيها؟ انكشفت بلا فعل. انه خلع خفيه بعمل رقيق رفيق، انا حكيت هاي ماسح على الخفين فانقضت مدة المسح اللي هي يعني نفترض انا التليفون معي وقته 24 ساعة قبل ما اسلم رن انه انتهت مده ايش؟ المسح، وانا باقي السلام بطلت صلاتي لاني ما خرجت بصنعي. هاي كلها تطبيع الخروج. خلع خفيه بعمل رقي شرحته، او كان اميا مو حافظ ولا شيء في القران ولا شيء، واثناء صلاته قبل السلام واحد قرا ان اعطيناك الكوثر فحفظها، او قرا قل والله احد فحفظ حفظ ايه بطلت صلاته فتعلم صورة. عريان يصلي عاري وقبل السلام الشخص أحضر له ثوبا بطلت صلاته. فاهمينها؟ كيف؟ يعني يلبس أثناء الصلاة والحركة هذه معفين عنها. مش فاهم. يعني أنا واحد عادي مثلا أثناء الصلاة ممكن يثوب، يلبس أثناء الصلاة عادي؟ لا بطلت من باب أولى. كله باطل. بس هنا نحن كيف؟ كلها بطلت في جميع الحالات هاي بطلت، بس احنا بنحكي حتى لو ايش باقي عليه ايش؟ السلام وجاء الثوب او ما انتهى مدة المسح تبطل ايضا. ليش؟ لانه ما خرج بصنعه. بطلت صلاته ولا بعدين يروح يتوضأ ويكمل من مكان ما وقف؟ الان في هو الان مثلا اختي الخلع خفه كيف بدي يتوضأ؟ فهمتيها؟ يعني خف انتزع من رجله انتهت مدة المسح. Yeah,
ركزوا معي الان. واحد عنده هي مش كلها اللي بزبط زي هيك نعمله. قبل شوي شرحت واحدة انه واحد خرج منه ريح فيذهب ويتوضأ وايش ويرجع. اللي فيها بزبط مثل هذا الشيء كان. بس مثلا واحد مثال راح يمر معنا، شخص كان يصلي الفجر فطلعت الشمس، طلعت الشمس قبل السلام، ما إلى حل، بطلت صلاته. كنا نصلي الجمعة فدخل وقت العصر، وصلت؟ متيمم جاءه وضوء، ما لها حل. اللي لها حل ماشي، بس اللي ما لها حل أكثرها ما لها حل، فاهمينها؟ طيب، مومئا فقدر على الركوع والسجود، يعني هو شخص كان لا يقدر على الركوع والسجود، وقبل ما يسلم وجد عنده قوة يستطيع أن يركع ويسجد، ما حكم صلاته؟ بطلت. تذكر أن عليه صلاة قبل هذه، قبل ما يعني أنا كنت أصلي الظهر وقبل ما أسلم تذكرت أن الفجر ما صليتها، ما الحكم؟ بطلت، ترتيب واجب. إذا كان عليه ترتيب فوائد أكثر من 6 لا. صح. أحدث الإمام والقارئ، لا لاحظوا، أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا، يعني الشخص اللي خلاه يأم الناس إيش؟ لا يحفظ شيء من القرآن، الآن بطلت صلاة مين؟ الكل. كيف شيخ يجوز؟ لان قبل قليل اخذنا مساله اللي مرت معنا انه انا احدثت في الصلاه استخلف غيري، بس اللي بدي استخلفه للناس ما يكون امي، للام لا يصلح ان يكون اماما، بس هكذا. طلعت الشمس في صلاه الفجر حكيتها، دخل وقت العصر في الجمعه، ترى الجمعه جازت استحسانا وفي وقت مخصص وبالتالي لا يجوز بعدها. ليش تطلب صلاه الجمعه؟ الفجر الفجر سيدي مش حكينا ما وجب وجوبا كاملا وصلى اداء كاملا؟ تذكر هالمساله شرحت ولا ما شرحتهاش؟ لا يلا احسن راح تاتينا في المكروهات، في المكروهات راح تاتي في المكروهات. فانه يعني هي وجبت في ذمتك صلاة كاملة، وجبت في ذمتك. عندما طلعت الشمس ستؤدي جزءا منها أداء ناقص، وبالتالي عندنا إذا طلعت الشمس وأنا وصل الفجر تبطل الفجر. كيف؟ بدي أرجع أصليها قضاء بعد طلوع الشمس. بدي أقضيها. هو الآن اللي صارت المشكلة وين أختي؟ إنه هذا الوقت اللي هو وقت طلوع الشمس الثلث ساعة، وقت غروب الشمس الثلث ساعة، لا تصح الصلاة فيه. فالصلاة الفريضة اللي بتكون كاملة علي إذا صليتها في هذا الوقت لا تصح. على كل حال في الفتوى على غير ذلك عشان ترتاحوا. خلص ارتاحوا. حديث من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. هذا الحديث تعارض مع حديث عقبة بن عامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 3 أوقات. فعندما تعارض أحاديث الجواز وأحاديث المنع عملنا بالقياس، فقلنا ما وجب وجوبا كاملا يؤدى أداء كاملا، وجب وجوبا ناقص يؤدى، يعني قصة نشرحها في الكراهة إن شاء الله. طيب الجمعة شيخي يعني الأصل صلاة الظهر، والجمعة يعني تواتر عن النبي أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام فقط في هذا الوقت، فبالتالي لا يجوز صلاة الجمعة خارج وقت الظهر. فعندما دخل وقت العصر وهم لم يكملوها بطلت صلاة الجمعة وانقلبت ظهرا. كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن ايش جبيرته؟ عن بر. او كان صاحب عذر فانقطع عذره، يعني قبل ما يسلم عذره ايش حصل فيه؟ اتوقف. هاي شرحتها قديما، انا اتوقف عذري قبل ما اسلم ثم مر علي وقت صلاة كامل بعدها ما رجع الي العذر، فتبين أني أنا لست صاحب عذر من متى؟ من ذاك الوقت، صح؟ فالصلاة هاي يجب أن أعيدها. هذا
هاي بسموها المساء الاثنى عشرية. ماشي مشايخنا؟ بس بدي اشرح هذا عشان ابرر ذمتي شوية. باب قضاء الفوائد شو بدي اساوي؟ ضلكم تسألوا مش ماشيين معكم المرة. هالشيخ رفع ايده كمان. مشايخنا في قضاء الفوائد، قضاء الفوائد. اول شغلة بدي تنتبهوا لمشايخنا ويمكن بعضكم مش منتبه لها، ترى ديروا بالكم. بالاجماع في كل المذاهب اللي عليه صلوات ما صلاها بعد بلوغه لازم يصليها. بالاجماع هاي ما فيها خلاف المسألة. بالاجماع انتبهوا. يعني انا عارف حالي التزمت الصلاة 15 بس انا بلغت 12 سنة. التزمت الصلاة عمري 20 سنة. الصلاة الفوائد في المذاهب الأربعة في قول كأنه ضعيف عند الحنابلة كأنه بيحكم. في المذاهب الأربعة الصلوات التي وجبت على واحد منا بعد البلوغ والصيام تفضل يجب أن يصليها. يجب أن يصليها. هذه أول إشي نتذكره في هذا الموضوع. الآن الوهابية في بلادنا بشيعه أنه التوبة تجب ما قبلها. ما في شيء اسمه التوبة. الإسلام يجب ما قبلها بس هم بيعتبروا تارك الصلاة كافر وبناء عليها، وهذا خلاف المذاهب الأربعة. فهمين مشايخنا؟ فبدنا ننبه آبائنا أمهاتنا كل من حولنا أنه إذا عليه صلوات شو يعمل فيها؟ يقضي. السادة الحنفية رضوان الله عليهم يعني وجدوا مخرج في هذا، يعني مش أنه تصعيب، تسهيل على العكس. انه انسان ضاق عمره، ضاق يعني ظهرت علامات الموت وعليه سنوات ما صلاها، يجوز ان يدفع عن كل صلاه فديه. فعن كل صلاه ليرتين في اليوم 5 صلوات 10 ليرات في السنه 3600 في 3 سنوات 10000. تصلي ولا تصليش؟ فاهمينها؟ يعني قالوا بدفع، بس هذا لمين؟ للعاجز، يعني وصل مرحلة ما بيقدر. فاهمينها؟ كيف؟ دينار هاي ايش عندنا؟ نحن ما في فرق. هذا الشافعي بفصل هذا التفصيل، نحن ما عندنا هذا التفصيل. كل واحد الفدية والصدقة الفطر واحد. دينار 80 شيخة. ليس بعذر، لانه هاي الاشياء فرض علينا نتعلمها مشايخنا. بس عشان ما اخركم هاي المساله انت بقول صلاه السنه مشايخنا شيخته هو همته، يعني عليه يقضي. الافضل انه يقضي مع كل فرض فرض كأفضلية. طبعا هي اول شهر زمان بتكون صعبه، بعدين بتسلك لو 10 سنوات ولا بتشعر فيها. بس لازم هاي رقم واحد في حياه المسلم، ما يخلي على صلوات فرض او صيام فرض ما يصلي. الآن مشايخنا دير بالك بيضحك يقول لك روح صلي في الحرم ليلة القدر. هذا فضل، الفضل لا يجزئ. هي له فضل 82 سنة، بس 82 سنة هاي لا تجزئ عن صلاة فرض واحدة. دير بالكم 100,000 صلاة كفضل بس لا تجزئ عن صلاة واحدة. النوافل لا تجزئ. انتبهتم؟ فريضة بدك تأدي فريضة، انتبهتوا لها؟ الآن مشايخنا الترتيب بين الصلوات واجب عندنا. مثلا الترتيب بين الصلوات واجب، يعني لا يجوز أن أصلي الظهر وأنا مش مصلي الفجر، لا يجوز أن أصلي صلاة لاحقة. في 3 حالات يسقط الترتيب، ما هي؟ النسيان، أنا صليت الظهر وناسي أني ما صليت الفجر. 2، زادت الفوائت عن 6 بسموها، أنا علي صلوات أكثر من 6، هذا بسموه دخلت حد الكثرة. ممكن إنسان صار له 5 سنوات ما صلى، نقول له أول شيء صلي الصلوات الماضية، فبدنا حد فاصل القليل والكثير. اللي عليه أكثر من 6 صلوات سقط الترتيب في حقه. الذي عليه أكثر 6 صلوات، يعني هي 6 صلوات. فهمناها؟ والثالثة حكينا ضيق الوقت، أنا باقي لوقت الظهر فقط 3 دقائق لا أستطيع أن أصلي الفجر، سيضيع وقت الظهر، أصلي وقت الظهر. فثلاث حالات يسقط فيها الترتيب، نعيدها: نسيان، ضيق الوقت، زيادة الفوائت عن 6 صلوات. سادس، يعني صار علي 6 صلوات بخروج وقت السادسة، صح؟
طب بس سمحني، ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها، فإن فاتته صلوات رتبها على القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على 6 صلوات فيسقط الترتيب. خلنا ندخل، وصلنا عند الإيش المكروهات.